هما اللي خرجوا داك التصريحات بان العائله ديالو تخلات عليه. العائله ديالها هي الاولى خرجت تصريحات باش انا طريت باش نبان للمغاربه ونقول لهم الحقيقه اللي ما فيها لا كذب لا والو. كنشوف ولدي غادي كيرجع الله كيزيدش القدام راه بشهود الله بشهود العالم راكم المغاربه كلكم كتشوفوا محمد الريفي كيفاش كان وكيفاش هو لا من الحاله ديالو الصحيه ولا من اللباس ديالو ولا من العقل ديالو لان كان عنده واحد العقل زوين ماشي ولدي كان خير الله شهد عليا باش ما مديتش الذنوب ديالو كتصيفطوش لي باش كيدير معايا زعما اول مره بعدا كيفاش كتصيفطو هي بعدا كتصيفطو لواحد الحاله لا يرثى لها لا ماكله لا شرب كيف كيدخل تيقول لي امي بغيت ناكل تنقول له ما كنتش عندك الناس ما كيجاوبنيش لا لباس حتى حاجه ما فيها ما يتشاف لا يرثى لها دخل عندي تحشمي تشوفي في هذيك الصفر ديالي هذا كيتسمى فنان محمد الريفي تلاه زمان حتى ولات برديلتو ومطسقه انا هادي اللي ما عرفتش باقي لي حتى الان كتصيفطو هي كتقول لي غتمشي لداركم وتجسس عليهم وسجل كلشي في التليفون وراه ليا شفتو بعيني ولا كذبتيني يا وليدي راه الله فوق مني ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه كان هو خرج في الانستغرام ولا في الفيسبوك تيقول الحمد لله اللي عندي مرتي ولا كذوب وقفات معايا تيقول لي ما عايش مزيان انا كنقولها ونعاود نقولها العالم يسمع تلاقى مع وحدة اللي دارت ليه الفلاس كتعاير والديه وتسب والديه ولات العلاقه واش بقى كيجي عندكم حيت هو كيقول دائما انا كنجي كنمشي نشوف ميمتي انا مرضي ديال ميمتي وكتدعي معايا ودائما كنشوفها وكنمشي عندها وكتجي عندي ما بقاش ديك العلاقه 100% كانت الله شاهد عليا ملي كندوي مع سي محمد راه كيشوف فيا بحال اللي تيدوي مع حي ما تيجاوبكش كاين حنا راسو زيد و تيقول لك لا هادي ولا هادي يعني على ما تيقولي عقلي عمي بنتي الام ديالي عمي بحرك ولكن الله كاين واش كاين اختلاف ما بين محمد الريفي ديال شحال هادي لا حاجه انا حتى هو شهد بيه بالحق ديالو ما غاديش نكذب عليه لانه هو هما ولادي كلهم كبروا سوا تضحيه اللي ضحيت راه ما عارفينها بلا ما دايره العالم كله عارفه والمغاربه كلهم عارفينها ولكن هو كانت عنده واحد العقليه نقيه واحد العقليه زوينه واحد العقليه كدوي معاك وكيحترم المهم شي هو في التصريحات ديالو كيقول ان العائله ديالو الخوت تخلاو عليه لا حاشا ولا واش العائله ديالو تخلاو عليه راني سمعت وليدي هما اللي خرجوا داك التصريحات بان العائله ديالو تخلات عليه العائله ديالها هي الاولى خرجت تصريحات باش انا طريت باش نبان للمغاربه ونقول لهم الحقيقه اللي ما فيها لا كذب لا والو هما اللي خرجوا تصريحات بينما والديا وخوتي وعائلتي هي اللي هزت محمد الريفي سمعتها ودني انا
واحد الصباح مع 8 ديال الصباح ما غنقولش يعني ما غنجبش التسميات ديالهم، ممنوع نجبد تسميات صعابة. سمعتها بودني قالت اللهم هذا منكر، جلس عندها 3 شهور قالت هي اللي هزاته، هي اللي هزاته 37 سنة وهي اللي تكرفصات معاه وهي اللي رجعته راجل وهي دابا على ما تنشوف ونقول العالم كيسمع كنشوف ولدي غادي كيرجع الله مكيزيدش لقدام، راه بشهود الله بشهود العالم راكم المغاربة كلكم كتشوفوا محمد الريفي كيفاش كان وكيفاش ولا، لا من الحالة ديالو الصحية ولا من اللباس ديالو ولا من العقل ديالو، لأن كان عنده واحد العقل زوين ماشي ولدي كان خايب، الله شاهد عليا باش ما مديتش الذنوب ديالو، ولدي كان زوين كنت غير تنقول أح فعلا كاين غير أنا وياه في الدار كيكونوا خوتو كنعيطوا على الدراري كيجيو كلشي كيجيو، اللي قالك أسيدي ولا داير لي ماناجر هاديك زوجتو يدبر راسو هو يدير ماناجر ولا مقدر، أنا شفت الأم غادي وكيرجع اللور غادي وكيرجع اللور، العالم كله عارف هادشي وكتشوفوه، فينا هو الريف اللي كان خلى الناس اللي غيزيدوه لقدام ماشي واحد ماشي جوج، والناس اللي هما محتارمينو ومحتارميني أول ما كيسولو تيقولو لي الأم ديالك هي الأولى، ما نكرش ولكن دابا هاد السيدة هي كتشوف فيا ولو هي عيرتني سبتني تلمتو خليت لكم الله سبحانه الله هو هو اللي غيحكم حكمو عليا ولا عليكم. المهم شي هو بالفم ديالو قال ان منين مراد لقى هذيك السيده بوحدها اللي في جنبه ما لقى حتى شي واحد من غيرها، حاشا والله يادوا يمين الله قدام المغاربه وقدام الناس، والناس راه كلها كتعرفني والناس دابا المغاربه كلهم اللي تعرفوني، لا الناس هي الحومه اللي تزاد ولادي قدامهم ولا كلشي، وكلهم وليداتي كلهم بحال الا شي تربيتي، حنا تعرف الناس القدام شي تربيتي كلهم تبارك الله تخرجوا والله يرضي عليهم من هذا المنبر ورضي على المغاربه كامل من الاول حتى الاخر، ولكن ولدي تبدل في حياته تبدل في العقليه ديالو تبدل في العمل ديالو تبدل في الصحه ديالو تبدل في اللباس ديالو، اللي كنت انا مقابله غير الله ومحمد كلشي مزوج الطاغه هو. المهم تي غنبغي نرجع معاك لواحد النقطة قلتيها لينا، بدنا ملي سمعتو بأنه مريض آخر مرة وسيرتو ملي كنخرج بالفيديو كيقول عتقوني عتقوني، نتوما بحال جميع المغاربة وخصوصا نتوما أكثر لأنكم نتوما عائلتو مشيتو لعندو تنقلتو، خليتيها لينا أنه جاو الرجال الأمن البوليس كيقولوا لكم أشنو تديرو هنا، كملي لينا لأن ما ماشي أنا ولدي وبنتي ملي قال ديك الهضرة عتقوني وقالها راكم شفتوا الفيديو قالها وقالها مخلوع خوتو من طبيعة الحال خوتو غادي يتبعو براني إلا سمعتي راه غادي يمشي يعتق، الساعة اللي مشاو خرجت راسها من الباركو وكتقول عك عك عباد الله وكتغوت اللهم هذا منكر، حنا ما عندناش الطاقة ديالنا ما عندناش العائلة ديالنا لأن الريفي كان مربي وكان مربي أحسن تربية، دابا العقل ديالو ما بقاش على العقل اللي ربيته، واخا مشاو عيطوا على رجال الشرطة ما عليهم والو، جاو ملي جاو رجال الشرطة شافوا أشنو كاين ما كاين والو، شكون عيط على البوليس؟ هما اللي عيطوا على البوليس، جاو رجال الشرطة شافوا الولد شافوا البنت شافوا الناس يعني أشنو تيتصهر الناس رجال الشرطة تعجبو قالوا كيفاش شنو هادشي، هو يطلع هو وياه هادشي اللي كيعاودوا ليا ولادي، قالت لي اختو يلا نعتقوك وجمع حوايجك ويلا زيد، قالت لي والله ما يمشي معاك ما بقات حتى ديال شي واحده هي كتسمع فيا، الزوجه ديالو ما بقات ديال حتى شي واحد، راه قالتها قدام العالم وقالتها 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 ديالي بوحدي،
هي اللي ولدته ولا ضربت عليه تمر ولا تكرفست عليه ترجعته راجل. يلا سبع شهور مشاو صافي مشاو في القريات مو جايين هادو مساكن مشاو هذا جا لدارو بنتي مشات لدارها ما قالوا لي حتى حاجه ثلاث ايام ما قالوا لي والو. كيفاش غادي يقولوا لي كيفاش يقبروني؟ خصهم مشكل باش يقبروني لان انا يعني كنسمع شي حاجه ماشي حتى تما دغيا تنغير. كتصيفطوش لي باش كيدير معايا زي الطريقه دي اول مره بعدا كيفاش كتصيفطو هي بعدا كتصيفطو لواحد الحاله لا يرتا لها لا ماكله لا شرب. كيف كيدخل تيقول لي امي بغيت ناكل تنقول له ما قلتش عندك الناس ما كيجاوبنيش لا لباس حتى حاجه ما فيها ما يتشاف لا يرتا لها كيجيش راسو كتصيفطو هي كيدوز عندي الوكال كيجي ديريكت للكوزينه الله جاد عليا تقول لي امي كاينه شي هادي تلقانا حنا حتى عيط لينا كنلقانا حنا موجدين لي داكشي اللي كتب الله تنقول لك كيفاش واش انت عند هاد الناس واش انت ما كتاكل حالتك مسخه وحالتك حاله كيفاش هاد الحياه هادي وتحدو تيسكت تيقول لي وما كي غندير انا ما سكين ندير الله يعفو عليا هادي هي الهضره اللي تيقول ما تبقيتيش معايا إيه. كيفاش كدوز معاك الوقت ملي كيجي في هذا الويكاند هذا عندك للدار كيفاش كتحسي بيه شنو كتحسي كنحس بيه بان ولدي ما شبعان ما يعني ما عايش حياته زوينه ديال اللباس ديالو اللي كنت معاه وتبرديله انا كنقول له العالم كيتبع شحال هادي باش مشى من عندي 17 نهار اللي جا عندي بالتبرديله انا امراه ملاحظه مع ولادي واخا وقا كبروا دخل عندي تحشمي تشوفي في هذيك الصبرديله هذا كيتسمى فنان محمد الريفي تلاه زمان حتى ولات برديلته مطقه نهار اللي كان عند الام ديالو راه العالم كله عارف هادشي وبورغون عارف هادشي والبلاصه اللي كيعيش فيها ملي كان صغير الى اليوم انا هادي اللي ما عرفتش باقي لحد الان كتصيفطو هي كتقول لي غتمشي لداركم وتجسس عليهم وسجل كلشي في التليفون وراه ليا شتو بعيني ولا كذبتيني يا وليدي راه الله فوق مني ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه عندك وكيفاش كيدوز معك هذاك يومين وثلاث ايام اللي كيجي عندك وكيدوزها معك كيجي عندي تيقول لي امي ارتاحيت عندك تنقول له وليدي كتنعس مزيان قال لي الله على راحه هو تيقولها ولا كذبتيني يا وليدي قلت له فين تترتاح قال لي كنرتاح في دارنا كتصل بيه في التليفون كتقول لي فين وصلتي ديك المصيبه اللي داير هو داك التسجيل اللي كيسجلنا حاط التليفون الهضره اللي قلنا كتوصل هي كتقول لي سيد تجسس على والديك واي حاجه قال والديك جيبها ليه وكنشوفو ماشي زعما نكذب عليه ها هو عارف كلشي كيمشي لبيت النعاس ديال اختو وكتقول ليه صافي درتي كلشي يلاه جمع راسك هو يعني هو هي اللي كتعطيه لوتوريزاسيون هي اللي كتعطيه لوتوريزاسيون باش يمشي وباش يجي ثلاثة سنين اللي هي عاد باش كيقول لي امي راني غادي المهم كنصيفطو ليها كنفرحات هي كتصيفطو ليا داكشي ما نقولش لك ويلا كذبني محمد ها هو قدام العائلة ديالي ولكن هو خرج في الانستغرام ولا في الفيسبوك تيقول الحمد لله اللي عندي مرتي ولا كذوب وقفات معايا تيقول لي ما عايش مزيان تنقول لي تنقول لوليدي كيفاش كنتي عايش في داركم قال لي امي ما جبتيش لنا دارنا قال لي قلت له واش كتنعس مزيان قال لي انا عس مزيان جا عند اختو وسولته انايا قلت لي كيفاش قال لي امي انا عايش من داك الشهر في حنايا يومين انا هاني ها كتعيط ليه تقول ليه جمع راسك صافي كيهز الكابطاج ديالو ساك مقطع حشومه الفنان محمد الريفي جيني بساك مقطع لان خلى الرجال اللي وخلى الناس اللي غادي يزيدوه لقدام انا كنقولها ونعاود نقولها العالم يسمع تلاقى مع وحده اللي دارت ليه الفلاس كتعيل والديه وتسب والديه قولي لي هو كيشوف فيها وحال فمو ما يدوي ما يتكلم دينا غير بحالكم فين داك محمد الريفي اللي كتعرفو راه ما بقاش راه دارتو في قرعه سدت عليه برك تفرج فيه
هذه النقطه بغيت نسولك عليها، لانه كان مؤخرا كلشي المغاربه تعاطفوا معاه، حتى من الوزير ديال الصحه وقف معاه الله يجازيه بخير انه يمشي للمستشفى، ولكن من بعد كيخرج كيقول لا انا ما عنديش المرض ديال الاطباء. شويه كاينين رقات بغاو يتعاونوا معاه، شويه سد الباب على دوك الرقات، وفيما كنسولوه تيقول لنا بغيت غير نرتاح شويه من بعد، غير باش غادي نشوف هذا المرض ديالو. ماشي باش تفسري هذا المرض ديالو بعدا، وكيفاش جاك ولدك وشرحي لنا شنو صاري. ولدي جاني بحال الحمق، ولدي تنقولها وغادي نصرح للمغاربه، جاني تيحيد حوايجو قسما بالله، وكنحلف بالله ملي ما تسطيتش انا لاباس عليا، لان انا شاده في الله سبحانه وكنقرا الدين ديالي تبع طريق الله. كيجي كيدير واحد المناظير تنقول لي سي محمد مشيتي بحالاش مشيتي فيها، تيقول لي امي اش غندير، كي غندير ما عندي ما ندير، هادشي اللي كيخسر عليا ما عندي ما ندير. وتيبقى تنقول لي ولدي هز القران الكريم يلا نديك عند الرقية، تشوف الرقية كاين العريض 100%، العريض على والدي، خلي العريض على الناس اللي معاندها اللي هما بغا يعملوا معاه ويجروا معاه وما يخليو ما يديروا معاه، راه عارف هادشي بلا ما نقول. فين ما نبغوا نحطوا يدينا كدير لينا عرقالة أمو، لا عمركم يا المغاربة شفتوا هاد العجب هذا، دارته في قرعه وسدت عليه بركه تفرج فيه، ولكن خليت لكم الله تبارك وتعالى ولا انت والام ديالك اللي كلت في داري ومحالي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.